دبارفوندو دبارفوندو معنا اسمع بي كيما كل يوم. شنو هي دبارتنا اليوم يا اسمع؟ عسلامة ساعة. اهلا وسهلا. مرحبا. طبعا مرحبا. طبعا الحمد لله. ورجعت سخانة وكأني هكا فما شوية ريح مروحة تتصمى. ها احنا عنا هون في المرسلة يظل رجعت لنا مش مشكل نتحمله مازال الصيف على كل حال مثلش اللي يعطي ربي كهو. لا شو نعملوا ملا شو ناكلوا اليوم اسمع؟ نعم اش باش نطيبوا اليوم؟ قلت اليوم باش نعملوا محمصه صيفيه تاع الصيف اللي فيها البيتنجيلة هذيا. يعطيك الصحه فيها بيتنجيلة واللي عنده الفول المنسخ الاخضر هذاك كيف كيف يحط فيها الفول الاخضر وبرشا بصل خشين واللي يحب يحط القرنيت واللي يحب يحط القديد واللي يحب يحط وزفت مع القرنيت كيف كيف القديد يجي. دونك هذه النجم وشخشوها مليح 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 تودي تشبه للبركوكش نتاع الجري. داكوغ. خاطر احنا كي مشينا لوغ دو نوتخ بلاد سوليداغ في الجريد كريناها البركوكش هذايا وحاجه ياسر بنا وتشبه للمحمصه اللي نعملوها احنا هوني في تونس. الوغ يا لله ناخذوا احنا اون فازير قولوا اليوم نعملوها بالقديد. داكوغ. الوغ ناخذوا القديد اللي عندنا وزيت القديد ناخذوا برشا بصل. البصل الاحمر دو بريفيرونس نقصوه خشين نقصوا الكعب على سنين ومن بعد نجموا نقصوها الشطر هذاك نقصوه على ثلاثه ايزي. دونك برشا بصل ديما نقول انت والطنجره نتاعك وانت لو نومبر دو بيغسا. الوغ واللي عندها فول في الكونجيلاتور الاخضر طو ميو. اللي ما عندهاش كان عندها فول الشايح هذاك ومنفخ دونك نجموا نحطوه في بقعه الفول الاخضر. ناخذوا بيتنجيله كيف نقصوها طروف خشين نحطوهم هذوكم دو كوتي. دونك ناخذوا القديد وزيت القديد ونحطوا هكا سنين الثوم ونحطوا البصل دوبلاش يتقلى فريمون دوبلاش خاطر نحبوه يقعد هكاك صحيح احنا ويتقرمش شويه. الوغ نحطوا البصل نحطوا طماطم معجونه نحطوا طماطم خضراء زاد تجي بنينه نحبوا نرحيوها كيف كيف. نحطوا طماطم الخضراء هذيك يتقلاو شويه. اللي يحبها يحب محرخره حط شويه هريسه عربي والا الهريسه النورمال نتاع الحكم. نجموا نحطوا فلفل زينه نحطوا الفلفل الشيح هذا كله يقعد فاسيلتاتيف للناس اللي تحب الحق. باهي الوغ تقليت شك الطماطم هذيك وكل الواحد هريسه. نصبوا شويه ماء وقتها انا نفوح. الوغ نقرا حسابي على القدي ما نحطش ملح وقتها. من بعد نحط نزيد نذوق نخلي هكا الطماطم تتنحى القوسيه نتاعها ونذوق على الملح. بالذويقه. الوغ نفوخوها برشا تابل خاطر الطماطم تحب هكا التابل. حطوا لها تابل اللي هو بيان سيغ مخلط فما ناس تو فما نتاع عملوا التابل نتاعهم تابل وكرويه وثوم ديجا وفلفل احمر هو ديجا مفوح. حطوا التابل ونخليوها هكاك نبنيو البيتنجيله كيف كيف. دونك اون فوا طابوا هذوكما صديق كل بصل قلت لك يقعد خشين. دونك اللي يحب من بعد هكا تقرمش البصل في الاخر يزيد شويه بصل اخر هكا قال درجين الاخرانيين زيد يقص بصل ويرميه. انا بيرسونيلمون سي سكو جو سي. الوغ اون فوا طابوا هذوكم وسيرتو ايتي بالفول نرمي المحمصه اما نرميش شويه خاطر هي ماهيش تكون جاريه تكون عاقده. الوغ نرمي المحمص نتاعنا. هاو كنكون انا قبل كما قلت لك زدت البصل باش يقعد هكاك فيه بقرميشه. من بعد نرمي المحمص طولون الصوص اللي عندي ما تكونش الصوص راهي عاقده وما تكونش جاريه ماء. تكون باهيه ما هكا اجرى من الصوص نتاع المقرونه. داكوغ. نرمي المحمص نتاعنا. اون جوست وقتها الملح قبل بلوتو ما نرمي المحمص اون جوست الملح نشوفوه كان سافا والا لا. نرميو المحمص نرميو هكا جرينات فلفل سورتو كان عندنا هكا فلفل حار احمر ولا حاجه نحبو نقصوه ولا نحبو نخليوه صغير نختارو جرينات صغار. وانا نحب سمن برشا نحط شيشه سمن. داكوغ. واللي يحب الفلفل الاكحل انا مثلا ما نطيبش بيه خاطر نعرف يقلق المعده دونك ما نطيبش بيه. اللي يحب الفلفل الاكحل يحط وقتها شويه فلفل اكحل مش برشا. ولا اكها ودوب اللي ياخذ غلوه باش تقعد هكا هي جاريه نطفيو عليها ونغطيوها حتى لين هيك المحمص وحدها وحدها تشرب الصوص نتاعها وتجي بنينه 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 برشا.
بيان نبردوها وناكلوها، يقول لك محمد سوسيس نبردوها وناكلوها فوالا. كيما البركوك الشيتوزر لقيناهم عاملينه ويعملوه هكا، قلت لك الوغ بالوزف وبالقرنيت بالحمل قعود، يحطوا فيه كل شيء ويحطوا فيه الدبش الكل. دبش كيما يقولوا. اي 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 فوالا. دونك البركوكش نتاعها عرفت المحمصه الخشينه هذيك البركوكش هو. اي اي دونك كيما المحمصه ما يخشينه خشينه يرميوها تطيب، ثم اللي يحبوا يخليوها بوغ لو لوندومان يقلبوها، هي تلقاها شربتك المرقه نتاعها تولي كالطاجين ويقصوها كالطاجين، ثم اللي يحبوا ياكلوها تبدا كيما نعملوا احلى المحمص نتاعنا الصيفيه. فوالا ممكن يجي. دونك انا غوجوا البركوكش والمحمصه الصيفيه نتاع تونس. ابخي تون نتلاقاو الجهات الكل تقعد ثقافه واحده يعيشوا. اكزاكتومون فوالا، ناكل عند بعضنا ونقعد اوموديفي شويه وكهو، هذيك هي تونس تونس من الشمال الى الجنوب والشرق والغرب، الكلنا كيف كيف، الكلنا توانسه والكلنا عندنا فرد ادوار. شكرا ليك اسماء، كل يوم مباراة تهني اكثر من الاخرى، نتقابلوا غدوه. تشاو ان شاء الله. نخليكم مع الاخبار.